ورجعت لكم. طبعا يعني اكتر حاجه بتفرحني بجد ان لما اعمل حاجه وتكون غريبه يعني مش مستصاغه او اول مره يسمعوا عنها، والثقه دي اللي ما بيننا اللي بنيناها بقالنا سنين ياخدوها ويتقبلوها ويقولوا لا احنا هنجرب وما يستخسروش فيها التجربه، وتطلع الحمد لله حلوه. لان انا عمري ما بعمل حاجه انا يعني ممكن احس 1% ان هي ما تعجبكوش على طول، لا مش هعمل، انا ما عجبتنيش مش هعملها. زي مثلا زي ما استاذ احمد بيقول جراتان البطاطا بالمانجا، دي اختراع يا كوتش، ودي على فكره مش اختراعي، دي وصفه انا واخداها من صديقه صديقتي ونقلتها لي، واتصلت بصديقه صديقتي اخدت منها الوصفه، وطبعا دي قصه حكيتها فبقى مبسوطه جدا. اللي بيزعلني شويه بس طبعا محبتكم بتخفف عليا، لما حد ابقى عامله حاجه ويتقال لي ده عك، ده مش عك، لا دي مش دي الوصفه الاصليه. هو انا لو طلعت عملت لك الوصفه الاصليه انا هطلع اعمل ايه؟ ما انا لازم احط التاتش بتاعي، بس مش هوحشها لك، يمكن احلها لك. فادوني فرصه. نسي بتقول ده عك، الكلمه دي بتضايقني قوي والله، يعني بتجرحني كده. المهم تعالوا نعمل وصفه الطحال. هعمل النهارده شويه طحال النمائي. الطحال وقع مني في وصفات عيد الاضحى، موجود عندنا الطحال. انا هحتاج فص طحال ماشي اتسلق، وهقول لكم اتسلق ازاي وبعدين قطعته كده. طيب هعمل بيه ايه؟ هحتاج تتبيله ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وميه بصل ماشي. وبعدين هاخد التتبيله دي، هاخد الطحال منها انزلها بقى في شويه دقيق وبيض وكمان ملح وفلفل اسود وبابريكا وفيجيتار او بقسماط اللي تحبوا. تاني بسرعه، فص طحال مسلوق هقول لكم سلقته ازاي. اتقطع جوليان ماشي، وبعدين ملح وفلفل اسود وكمون بابريكا وميه بصل، دي التتبيله يا جماعه. وطبعا هنزل بعد كده الطحال بعد ما تبله في الحاجه الثانيه اللي هي ايه، لا يا جماعه مش الوصفه اللي هناك دي، احنا هنا اللي هي ايه، هنزلها بقى في الدقيق وكمان بيض مع شويه لبن ملح وفلفل اسود وبابريكا وفيجيتور. تمام اتفقنا؟ اتفقنا خلاص. طيب هعمل ايه؟ اروح جايبه كده عندي ميه البصل وادي الكمون، وهقول لكم حالا سلقت الطحال ده ازاي. نزلته الاول في شويه ميه سخنين بتغلي خلاص، وبعد ما نزلته في شويه ميه سخنين دول واللي بيغلوا سبته بس علشان اول ما يمسك الدم اللي فيه، لان طبعا ده بيكون كله دم خلاص. وبعدين طلعته مثلا 5 دقايق، طلعته. بعد ما طلعته حضرت له بقى السلقه بتاعتنا اللي هي بقى لوري وحبهان وفصوص فلفل اسود وميه سخنه وبصل وجزر والحاجات دي كلها خلاص. وبعدين نزلت فيها كمان قولوا 10 دقايق وبقى مسلوق معايا حلو قوي قوي. اول حاجه التتبيل عندي اهي، بنزله بعد كده فيها اهي. عايزه اقول لكم اللي ما بيحبوش الطحال هيحبوه قوي بالوصفه دي. واقلب كده واتبل عندي ماشي خلاص. اجي هنا بقى هفتح بايدي دي وهحط على البيض شويه لبن زي ما متعودين، هحط على البيض شويه لبن اهو واقلبه. وطبعا طالما احط بيض ولبن يبقى طبعا شويه ملح وشويه فلفل اسود على طول وانا مغمضه ويقرب اهو. عندي بقى هنا طبقه دقيق والفيجيتار او بقسماط. طب انت ليه قايله الاثنين؟ عشان في ناس بتحب قوي الحاجات دي بالبقسماط عادي جدا، وفي ناس لا عادي بتحب الحاجه كريسبي فعادي ممكن تجرب الفيجيتور، زي مثلا المخ البانيه لما عملته معاكم هو نفس الفكره. تمام اهو بقى كله عندي واحد، مفيش عندي اي حاجه. اروح عامله ايه بقى؟ بصوا بقى اخد بقى من هنا انزل في الدقيق شايفين على البيض، اخد من البيض على ايه الفيجيتار او البقسماط
وانزل بيه فين؟ على الزيت السخن على طول. الله، ريحه حلوه جدا وتتبيله حلوه قوي، هتعجبكم الفكره. بقول لكم لو ما بتحبوش الطحال هتحبوه بالطريقه دي. وانزل في البيض، ممكن بقسماط بقى، علشان بقول لكم في ناس ما بتحبش ايه غير البقسماط اهو. يا استاذ حسين، يا مساء الفل يا شيف. حماتك بتحبك والله يا استاذ حسين. الله الله يخليك، وانا بحب بنتها. ايوه كده بقى، هي الكلمه دي اللي انا عايز اسمعها. ربنا يخليكم لبعض. الله يخليك، مساء الاختراعات يا شيف. الله ينور عليك يا شيف. الله يخليك يا استاذ حسين، الله يخليك. قول لي، بتحب الطحال والحركات دي ولا ايه؟ اه طبعا، حلويات المذبح الحياه جدا. أيوة الحلوه دي، الناس الاكيله بقى. ايوه بقى، ابهرني. وجنبيها كمان بيكون لازم كده صلصه الطحينه كده يا شيخ موجوده. لا لا، انت لازم تيجي، خد اول قطر وتعالى على طول. على طول يا شيخ، ربنا يديك الصحه والله. ربنا يخليك والله يا استاذ حسين. الله يخليك، تسلم يا ست الكل. قول لي بتاكله ازاي؟ بص بقى طالع عامل ازاي؟ الطريقة التقليدية دي يا شيخ، بس حضرتك الطريقة بتاعت حضرتك النهاردة دي هنعملها إن شاء الله كده قريب. لازم تجربه وتقول لي إيه رأيك. أكيد طبعا يا شيخ. بجد؟ والله حضرتك يعني مفيش طريقة من تجربة من حضرتك اللي بتطلع يعني صراحة منتهى الجمال ومش بحبك عليها. ربنا يخليك والله، تسلم لي يا أستاذ حسين، ودايما منورنا كده وداعمنا دايما. الله يخليك يا ست الكل، شكرا. مع ألف سلامة. أجي عندي بقى، بطلع على إيه؟ على طبعا ورق مناديل اهو. بصوا انت بقى تختاري، عايزه فيجيتار، عايزه بقسماط، اهو قدامك براحتك. الاثنين نتيجتهم حلوه قوي. ونكمل، هحط كميه اهو وهقول لكم بقى. طبعا زي ما بيقول استاذ حسين كده، الموضوع عايز شويه طحينه موجوده. الاكل ده حرش قوي، بيحب الحاجه يعني، هو يعني قرن فلفل شطه تمام على فكره بالنسبه لي يعني. بس الطحينه معاه بتبقى تحفه برضو. سلطه، يا سلام سلطه خضراء بيبقى تحفه. ده فص، طبعا احنا عارفين الحاجه دي بنجيبها بالفص، فده فص عملته بالطريقه دي. انا بقى عاجبني بصراحه شكل الفيجيتار اكتر، وحسن يعني انتوا هتحبوه، انتوا كمان طعمه كمان بيبقى حلو جدا، لذيذ قوي. وطبعا هو بيبقى متبهر اكتر من يعني البقسماط، ما بيبقاش متبهر خلوا بالكوا، فبيدينا طعم حلو قوي. الولاد كمان لو مش بتحبوا هتحبوا. شو لازم اعفره الاول بالدقيق وانزل كده واقلب واطلع على ايه الفيجيتوش. حلوه قوي 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 الريحه تجن. الديك الرومي، شوف كل دول، كل ده استاذ احمد بيدور على ديك الرومي عشان خاطر حضرتك اهو. وهتنزل حالا وهقول لك. طيب يلا، اول حاجه محلول النقع. قولي لي يا رنا عشان ايه السكرين متغطي. لو الديك رومي احنا هنا وزنه كان 6.5 طبعا. ممكن حضرتك تجيب الحجم اللي انت عايزه. هنحط عليه ميه تغطيه، بس الميه لازم تكون مغليه، او لو عندك فلتر هتحطها من الفلتر تمام. كوبايه ملح عليها ونص كوبايه سكر، هنحط عليها شرايح ليمون وبصله متقطعه، ليمون حلقات، ورق لوري حبهان، وبرتقان ارباع، وفلفل اسود حصى، وقرنفل، وروزماري، وزعتر. طبعا هتقولي ايه ده يا فيفيان ده كتير، بس عايزه اقول لحضرتك ان مهم جدا جدا خطوه النقع دي يقعد فيها مش اقل من 12 ساعة. الانسجة بتطرى جدا، وكمان عايزة اقول لحضرتك بياخد شوت في التسوية، يعني كأنك قطعت شوت فيه في التسوية، والطعم بيكون تحفة. طيب بعد كده في ثلاث تتبيلات. التتبيلة الاولى دي بقى هتجيب لي سرنجة
اكبر سرنجه في الصيدليه ماشي، وهنحط فيها المحلول ده عباره عن ايه؟ عصير ليمون، عصير ربع، لا ثانيه واحده، عصير ليمون وعصير ميه بصل وربع كوبايه زيت زيتون وبصل بودره وثوم بودره وربع كوبايه لبن وملح. تمام، عايزه اقول لك حته اللبن دي عليها عامل كبير جدا، دي طبعا بحطها في زي ما قلت لحضرتك السرنجه، وببدا يعني اغذي بيها كل حته عندي في الديك لحد ما يتغطى خالص. وبعدين التتبيله الثانيه بقى هندهن بيها الديك بعد ما بنعمل الخطوه دي، معلقه كبيره صلصه، معلقه مستارده، ملح وفلفل وبابريكا، ثوم بودره وبصل بودره، بهارات مشكله اللي هي بهارات سبع بهارات وكاري، ومعلقتين دبس رمان. دي هتدهن لي بيها ايه؟ الديك. وفي تتبيله بقى اخيره، دي بقى قبل، دي بقى خلاص يعني، لا يعني دي بقى اللي بره. في بقى حاجه بحشيها جواه عشان لو هتحشيه بقى ورق عنب بقى والحركات دي، هتحط ايه؟ مكعبات زبده، زعتر فريش وروزماري، ومعلقه كبيره من التتبيله اللي احنا عملناها اللي هي فيها البهارات كلها. وبعدين بقى حضرتك بعد ما تعمل ده كله هتغطيه عندي بورق زبده وفايل، تحط معاه خضار اللي حضرتك عايزه، وبعدين تدخله الفرن. طبعا حلو جدا زي ما قلت لحضرتك، التتبيله الاولانيه تقعد فيه الهار محلول الملح مش اقل من 12 ساعه، ولما تعمل التتبيله الاوليه دي مهم جدا ان هو كمان يقعد فيها مش اقل من 6 ساعات 8 ساعات طبعا علشان الطعم يوصل لجوه. وكمان نحقنه، والتتبيله الاخيره دي خلاص بتكون انت خلاص كده وصلت ان حضرتك تسويه. تمام، وتحشيه بقى اللي حضرتك عايزه، وتغطيه بورق زبده وفايل وتدخله الفرن. لكل كيلو بياخد تقريبا ساعه الا ربع، لكل كيلو بياخد من نص ساعه لساعه الا ربع، يعني 35 دقيقه انا بقول ساعه الا ربع. تمام، حضرتك بقى بتقدر تحسب وتشوف هيستوي معاك في قد ايه. طبعا على نار درجه حراره 100 الاول 240 لمده نص ساعه، وبعدين حضرتك بتبدا تقلل حراره على درجه حراره 200 وتسيبه بقى يستوي براحته بس كده، وتكشفه في الاخر وتديله اللون اللي حضرتك عايزه، وان شاء الله يعجبك جدا. انا هنا خلصت عندي اهو شويه الطحال دول، ريحتهم يجننوا. هنروح بقى الفاصل ونرجع نكمل احلى حلقتنا ونقدم الحاجات الحلوه دي بتاعتنا، ونشوف هنعمل ايه تاني بالطحال. استنينا. خلصت الطبق وعندي سلطه الطحينه هنا، والعيش جاهز. ثانيه واحده اجيب لكم العيش والطحينه والسلطه، واحنا كده جاهزين وعيشنا عندنا الفريش اللي يجنن، واحنا كده جاهزين. بصوا 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 بقى، تا 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 تا، علامة النصر. دي علامة الأكل اللي حرش يا جماعة، مقدرش ما يعني ما ينفعش. بص أهو،